لعبت قبائل سيناء دورا وطنيا مهما في النجاحات التي حققتها الدوله في حربها ضد الارهاب حيث اصطفت لجانب قوات الجيش والشرطه في التصدي للعناصر الارهابيه سواء عبر المواجهه العسكريه او المشاركه في عمليه التنميه في سيناء أدوار تكاملية لعبتها قبائل سيناء في إحداث تغيير علي أرض الفيروز سواء علي صعيد جهود مكافحة الإرهاب والتصدي له بعد ثورة الثلاثين من يونيو أو جهود التنمية الشاملة والتعمير والبناء في سيناء كثيرا ما اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدوله على تحقيق الامن والامان لاهالي سيناء، ليرد الاهالي بدورهم بالبرهان على انهم ابناء وطن يحفظونه من الارهاب، فبرز دورهم اثناء الحرب على الارهاب. كان لاهالي سيناء نصيب الاسد من هجمات الجماعات الارهابيه التي تنوعت ما بين عمليات خطف وقتل لابنائها وهجمات الكر والفر وغيرها، وهو ما دفع القبائل السيناويه الى الدخول على خط المواجهه. جنبا الى جنب مع قوات مكافحه الارهاب ضد العناصر الارهابيه فاعلنت عزمها على مشاركه القوات المسلحه في معركتها ضد قوى الظلام اصطفاف قبائل سيناء إلى جانب الدولة في الجهود الأمنية التي قادتها لمحاربة الإرهاب في سيناء وضعها على الخطوط الأمامية في مواجهة التنظيمات الإرهابية مما جعل أبنائهم ومشايخهم وزويهم عرضة للاستهداف المباشر من عناصر قوى الشر فقدموا أرواحهم وجهدهم في سبيل الحفاظ على أمن بوابة مصر الشرقية وتنميتها الدور المحوري لمواطني سيناء في المقاربة الأمنية لمكافحة الإرهاب يأتي من وعي حكومي وشعبي شعبي مشترك بأهمية إشراك المواطنين في جهود وعوائد التنمية بما يكفل تحقيق التوازن بين الأمن والتنمية والسلم الاجتماعي وفي هذا السياق أسهمت شركات سينوية رئيسية في المشروعات التنموية المنفذة داخل النطاق الجغرافي لسيناء